السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نكمل الأسبوع القادم من هذا الـ ECG. هاي الكيس المريض يعني 50-year-old female جتينا with palpitation. طبعا المريض عنده past medical history of ischemic heart disease و heart failure, فجتينا سحينك palpitation. مثل ما تعلمنا بالـ ECG أول شيء نقرأ, أول شيء نشوف الـ ماتي السرعة مال ECG 25 ملين بالسكند, ونشوف الفولتية ماتي زينة والأمور طيبة. أوكي, نجي وراء نشوف الأكسس ماتي لومباوة على الليد 1 والليد AVF. هنلاحظ أنه واحد فوق وواحد لي جوا, يعني واحد فوق وواحد لي جوا, فهم مزاعلين. فلما دول مزاعلين يعني معناته عندي left access deviation. أوكي, نجي نشوف هذا الإي سي جي, خاصة ما رجعت عليه palpitation. لما نجي عند مريض palpitation دائما شباب نحاول نعرف المريض ايش عنده بالضبط, يا نوع أرذمية عنده. ليش؟ حتى اعرف شنو تشخيص مالتي, لان بالعاده بابيتيشن بي ارذميه في بي نوع خاص. فاول شيء نشوف احنا اول نباوع نحسب الريت مالتي. هذا الريت مالتي شنو نشوف هسه احنا هنا, شوف المسافه من هاي لهنا تختلف, المسافه من هاي لهنا وتختلف, من هاي لهاي وتختلف, هاي لهاي وتختلف, من هاي لهنا. فانا عندي هذا الريجولار اي سي جي, فمن عندي الريجولار اي سي جي لازم احسب الريت على 30 مربع كبير. ابي احسبه من هنا, انت تقريبا اوصل تقريبا لهنا واضربها في 10 حتى يطلع الريت. هنا تقريبا يطلع 130 او 140 حاسبه يعني قبل, فتشيكوا ورا يحسبون. زين هذا الريت مالتي. نجي ورا عشان نشوف نحسب الـ هل هذا الريذم مالتي ساينس لو لا. فنجي نشوف البي ويف, البي ويف كنا نشوفه بالليد 2, فبالليد 2 انا ما عندي بي ويف واضحه. اوكي, نفس الشيء حتتاكد دائما شو نباوع, نباوع على الليد في 1, نشوف اللي في 1 ما عندي بي ويف واضحه. يمكن انا اكفد صار بي ويف يعني مشموره صف واحد, بس مو هي الكونسيستنس, مو هي الريذم مالتي الاساسيه. اوكي زين, فهنا انا ما عندي كونسيستنس ريذم, يعني هذا العفو ما عندي سانس ريذم. فلما نشوف هذا الاي سي جي الريجولار ويا ماك بي ويف, هذا يسموه اتيرال سوبرديشن. بس هنا شغله مهمه لازم اسوي انتربريتيشن, من الريت مالتي اكثر من 120 معناته المريض عنده رابيد اتيرال سوبرديشن يسموه رابيد اي اف. عاده بالطوارئ من المريض عنده فوق 120 هذا لازم انا انطي تريتمنت. اوكي, لازم اعطيه تريتمنت, ما عفوه واحده اذا رابيد اي اف. فاوكي هسه نجي نقرا, عرفنا ليه في اكسس ديفيجن وعرفنا نوت ساينس وهو اي اف. نجي هسه نقرا مجموعه من الليدات. فهسه عرفت شو الريذم مالتي, يعني عرفت الكوز مال بالبيتيشن هي اي اف رابيد اي اف. نجي هسه نقرا على جروب جروبيت. لو لاحظ هسه الجروب 2 او نيفيرليس و3 والاي بي اف, لو لاحظ عندهم شبيههم, عندي فت باتن مال ار اس, يعني عندي ار ويف صغيرونه وراها اس ويف جاي, عندي ار ويف صغيره واس ويف وراها, يعني ما عندي في المشكله. تي ويف ابرايت ما عندي مشكله بيها. المشكله اللي عندي هنا نلاحظ بيها بالهاي ليدات, لو نركز على الويدث مال كيو ار اس, الكيو ار اس هنا تقريبا صايره وايد, يعني تقريبا هنا صايره 1 2 3 3 وشويه, عندي هنا اكثر من 3 مربعات صغار. فهذا انا عندي اي سي جي هو وايد كومبلكس تكيكارديا, يعني هنا عندي هنا وايد كيو ار اس. ولما عندي بالاي سي جي وايد كيو ار اس لازم ادور على كوز, ليش عندي كوز مال وايد كيو ار اس, راح اشوف السيتويشن الكوز مالته. فها عندي الكيو ار اس طبعا مو بس بالانفيريز, كل الاي سي جي هو وايد كيو ار اس, فهي نقطه مهمه. زين لو تلاحظون نفس الشيء عندي اس تي سيجمنت شويه صار بيه اليفيشن, هذا اس تي سيجمنت اليفيشن يسموه اب ستوبنج اس تي اليفيشن. استفد شويه راح اشوف شنو السيجنيفيكانت مالته. هسه نجي على اللاترال ليسي مال 1 والاي بي ال والفي 5 في 6. لو نباوع على الليد 1 طبعا هم ريجولار, هم ماكو بي ويف, بس اشوف الكيو ار اس عباره عن بس ار ويف, يعني ما عندي لا كيو ولا اس, عندي فقط ار ويف, عندي بس ويف بوزيتيف. وهاي الويف ايش بيها؟ لو تلاحظون وايد. اوكي, فهاي الساين يسمى وايد ار ويف ان ليد 1, وايد ار ويف ان ليد 1, فالساين مهمه هسه شوي راح نحكي عليها. اوكي, يعني ساين مال ليد بندم راتش بلوك شوي نشوف. زين طبعا انا اعتذر, يمكن لما قال الاي سي جي نسيت اقول لكم انه على الاي سي جي شلون نقرا صحيح لو لا, لازم باو على الاي بي ار. هنا الاي بي ار هو صراحه شباب يعني بي نيجاتيف ويف ببدايه, بس برا بوزيتيف ويف صار, بس تي ويف يعني هنا صار عندي نيجاتيف تي ويف. فانا صراحه هو وقت شكينا بي عندنا التخطيط مالته, بس مع نفس الشيء فمو شرط يعني انه اذا يعني طلع اذا عندي نيجاتيف ويفز بي او تي بالاي بي ار ممكن يكون ربط صحيح, يعني مو شرط الا البس كيو ار اس. اوكي زين, فسنجي على طبعا بقيه
chest leads lateral ما بيهم في شيء خوف V5 V6 هم وايد QRS tube okay upright وعندي RS bottom يعني ما في شيء يقلقني حاليا. هسه نقرأ chest leads بشكل عام يعني من V1 إلى V6 قلنا مثبت على إن أول شيء نقرأ اللي هو R wave progression شلون تصير R wave بها progression من بداية النهاية. لو نلاحظ كالعادة عندي هنا V1 نيجاتيف هذا الشيء طبيعي بس تنتهي هم نيجاتيف فعندي poor R wave progression poor R wave progression. ونحن نعرف لازم بال V3 يصير عندي الانقلاب تنقلب تبي يصير المحصلة يصير نيجاتيف العف بوزيتيف مو نيجاتيف أوكي زين. فهنا عندي poor R wave progression قلنا ممكن يكون respiratory ممكن يكون cardiac. لو نلاحظ حسب الـ ECG هذا الباتر مال QRS وايد ايضا وعندي اب سلوبينج اس تي اليفيشن اب سلوبينج اس تي اليفيشن هذا شوفوا هذا الباتر شو يسموه اب سلوبينج اس تي اليفيشن مثل ما قلنا اكو وايد ار ويف بالليد 1 هاي يسموه كومبليت ليفت باند برانش بلوك. ليش قلنا كومبليت؟ لانه QRS وايد اكثر من 3 مربعات صغار هاي وحده وقلنا ليه باند برانش بلوك لانه عندي باتر مالتي اللي اب ستوبنج بالفي 1 في 2 وعندي بعد بالبوزيتيف ار واي بالليد 1 فهنا عندي كومبليت ليه باند برانش بلوك هاي مهم. بالعاده من يصير عندي الاي سي جي كومبليت ليه باند برانش بلوك راح يكون بعد صعب الانتربريتيشن مالتي يعني الانتربريتيشن مالتي صعبه يعني ما راح افسر اقدر يعني كل واحد يتخربط الاي سي جي فصعب على يصير انتربريتيشن ما راح يصير بعد النورمال ويف بقيه الليدات. العموم عداها هنكمل قرايماتنا ما عندي شيء بعد significant بالchest leads يعني من V1 إلى V4 يعني anterior leads يعني T-wave أوكي شوية positive بس ما عندي عداها عندي RS ويعني ما أخفت شيء significant أهتم به. طبعا بعد هذا نشوف الQT interval بس بعد الECG presentation والمريض يعني ما حكوا عندنا significant كل شوية للQT interval. في الملخص مال الاي سي جي عندي ليف باند برانش بلوك كومبليت ليف باند برانش بلوك ورابيد اتيرال فيبريليشن فلازم انطي المريض علاج حتى انزل الرايت مالته. المشكله وين؟ المشكله نوبات هذا الاي سي جي ساي ما اعرف هل هذا هو نيو اونست باند برانش بلوك يعني ممكن يكون صار عندي نيو ام اي ومسوي اي اف لو لا والله هاي في شيء قديم كلش مريض عنده فد باند برانش بلوك قديمه وهسه صار عندي اي اف ككومبليكيشن فما اعرف فرق هل هذا الاي اف سكندري لو برايمري يعني قديم من زمان لو هسه صار العفو البند برانش بلوك قديمه لو جديده لانه لو جديده معناته ما صار عنده ام اي وصار عنده كومبليكيشن اي اف بس اذا هو عنده قديمه البند برانش بلوك معناته هو عنده سكارنج عنده سكيميك هارت ديز هارت فيلير وهسه اجى كان عنده اتير فبريليشن يعني تعرفون موست كومن كوز اوف اتير فبريليشن هو الاسكيميا والهارت فيلير فلازم انا اسوي هذا الاي سي جي ورا ما راجع الريت مالتي ممكن اسوي تروبونين سيريال خاف عندي نيو ام اي اسكيميا هاي مهم. واهم خطوه بس هي الهيستوري وال previous ECG إذا كان ECG قديم عنده ليه باند برانش بلوك أنا بعد ما أخاف هذا يعني باند برانش قديمة وصار عنده AF مو فد مشكلة كبيرة يعني أنا بالطوارئ كروتيتر أنا يعني مو الوطنية زين بس إذا كان عندي لا ECG قديم قبل قديم كان نورمال أو هو مريض ما عنده باس ميديكال هيستوري وهسه صار عنده هذا الباتن لا أفكر خاف عنده صار MI سويت الـ AF وطبعا حتى أعرف هاي MI لو ليه باند يعني جديده لو ليه باند برانش بلوك قديم اكو شيء اسمه سكاربوزا كرايتيريا هنا طبعا ما تحقق هنا ما تحقق شنو هي الكرايتيريا انه عندي اس تي سيجمنت اليفيشن مثل هنا بال V1 بال V2 V1 بس وياها كونكوردنت كيو ار اس يعني شلون عندي حسب بوزيتيف كيو ار اس وياها اس تي سيجمنت اليفيشن او عندي يعني نيجاتيف كيو ار اس وياها نيجاتيف او اس تي ديبريشن هذا راح اشوفكم ان شاء الله بالاي سي جي قادم ان شاء الله السكاي بوزيشن راح يصير بس هذا مو موضوعنا. فهذا الاي سي جي ملخص مالته اهم شيء تعرفون انه الواي كيو ار اس الكومن ديفرنشال هو ليباند برانش بلوك وعرفنا شنو السايز مال ليباند برانش بلوك وعرفنا شلون نشخص الرابيد اتيرال فيبريليشن ديفرنشال دايجنوز هو والف باركنسون وذ اي اف بس هناك يجي عاده كلش الريت عالي 200 220 ما يجي 130 140 والكيو ار اس يجي كلش غريبه هاي وحده. اثنين الفنتيكولار تاكيكارديا بس ذاك تجي بالعاده ريجولر ما تجي ريجولر ونوبات تصير بيها كابتشر بيت تشبه الاي اف والبندل بس بشكل عام هذا هنا واضح الاي سي جي واي اف والبندل ما راح تشوفه ان شاء الله سفايته.